نروح لوسط البلد وبفارق ساعات بسيطة اندلع حريقين النهاردة في وسط القاهرة. امبارح بالليل كان في الحريق في مول تجاري في منطقة الموسكي، والحمد لله ربنا ستر ان الحريق حصل في توقيت هادي نسبيا بالنسبة لحركة البيع والشراء، وكان في مول تجاري زي ما قلت لحضراتكم. اما النهاردة ومن ساعات فاتت فشب حريق تاني في نقابة التجاريين في منطقة رمسيس، وبرضو الحمد لله الخسائر كانت في الحريقين مادية فقط مش بشرية، مفيش خسائر في الأرواح. طبعا جهات التحقيق بتحقق في أسباب الحرائق وهل بفعل فاعل ولا لا، لكن المهم بالنسبة لنا هو دور المحافظة في تعقب اشتراطات السلامة في العقارات والمولات التجارية. علشان كده بينضم لي عبر الهاتف وبيشرفني السيد اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة. سيادة اللواء أهلا وسهلا بيك، مشرفني في الحياة في مصر. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. طمنا إيه اللي حصل بالظبط، يعني حريقين في يعني في وسط القاهرة وبينهم ساعات، ليه؟ إيه السبب يا هو فندم؟ الحمد لله إن التدخل الفوري بيحد من الأزمة وتفاقمها، وبيكون طبعا يأتي بنتائج إيجابية سريعة وحاسمة. فتم السيطرة فعلا والحمد لله. صباح اليوم بالنسبة للعقار 6 جوهر قائد هو نطاق حي وسط القاهرة، اللجنة طلعت وشافت العقار، الحمد لله العقار هيكلي أعمدة خرسانية وأسقف خرسانية، واتأثر شروخ وفصل في البياض وحاجات زي كده، والواجهة برضو اتأثرت، فكان القرار ترميم شامل وفي غرف سطح لابد من ازالتها مع تدعيم اي عناصر انشائيه تاثرت بالحريق. ده كان القرار اللي صدرناه النهارده بعد لجنه المنشات الايله لسقوط معينه العقار. الحي قام بمجهود في رفع الاثار المترتبه على الحريق والاطمئنان على كافه المرافق سواء مياه شرب او صرف او كهرباء وهكذا، والحمد لله ان ما فيش اي خسائر صحيه او خسائر في الارواح. كذلك برضو العقار اللي كان في شارع رمسيس دي كان زي نادي او كافيتريا تابع نقابه التجاريين، والتدخل الفوري برضو الحمد لله تم السيطره. الاسباب المبدئيه ايه يا فندم؟ خسائر صحيه او خسائر في الارواح يا سياده اللواء، الاسباب المبدئيه ايه لو حضراتكم تعرفهم؟ الأسباب دي هتترك لجهة التحقيق، احنا عارفين بس أكيد حضراتكم بتعرفوا وانتم موجودين في المكان، ولكن احنا بنأكد ان اي منشأة لابد انها تلتزم باشتراطات الحماية المدنية. التزامها باشتراطات الحماية المدنية بيجنب الوقوع في خسائر ومشاكل. بتقوم لجان مشتركة ما بين الحي والحماية المدنية وبتمر وبتفرض ضوابطها واشتراطاتها. حالة عدم الالتزام المفروض الجهة دي تقع تحت طائلة القانون، وفي نفس الوقت يعني تتفرض عليها عقوبات. يعني ما ينفعش جهة ما تهمل أو وبعدين الدولة هي اللي تتحمل، لأن هو برضه رغم إن هي خسائر عليهم إنما برضه تبقى تكلفة كبيرة على الدولة عمليات الإطفاء طبعا طبعا. بما اننا في موسم شائعات، واخيرا يا فندم لان وقتي انتهى، بس حضرتك اكيد تابعت الشائعه اللي حصلت النهارده بخصوص الحريق بتاع الموسكي، واللي قالوا ان الدوله او محافظه القاهره هي اللي عملته بنفسها علشان تمشي الناس، انت ترد على ده تقول لهم ايه؟ لو احنا عاوزين نمشي مش محتاجين حريقه عشان نمشي بيها الناس، وبعدين الناس ديت احنا اللي بنتحمل كل النتائج، الدوله هي اللي بتتحمل كل الخسائر. ده طبعا كلام مش معقول واتقال قبل كده في حريق الرويعي. ما انا بقول لحضرتك احنا في موسم شائعات يا فندم، فكان لازم اطرحها على حضرتك عشان تطمن اهالينا بالتاكيد. احنا لو احنا عاوزين نمشي هنمشي من غير حرايق. وبدليل ان احنا اخلينا كل وسط البلد بدون حرايق بدون اي حاجه. جزيل الشكر السيد اللواء محمد ايمن نائب محافظ القاهره.